دايره ومقفوله اسرى قايم حكوا فيها عن ظلال دارت وراها جبال قالوا يا ما عن رجال نصبوا السجون لرجال قصة تتغنى ولا السيرة الهلالية مش عشان قصة نجاحه بس ولكن عشان القصة دي أعتقد إنها هتكون ملهمة لكتير جدا من اللعيبة اللي بيدوروا على صناعة اسمهم. أول ما جيت إنجلترا هنا كنت زيك بالظبط، بدور على إني أصنع مجد لنفسي ولكن من بوابة تشيلسي. بس اللي مش ممكن تتخيله أبدا إنك بعد ما كنت نجم فريقك الأوحد تيجي في لمحة بصر تبقى عنصر صغير جدا ضمن منظومة سجناك في ظل نجوم تانية. سجن الظل هو واحد من أصعب التحديات اللي ممكن تقابلك كلاعب كرة، خصوصا إنك بتتحط فيه بناء على نظرة أفراد تانية، ومهما تحاول تخرج من ظل نجم الفريق هتلاقي دايما اللي واقف قصادك وبيحط لك قيود إضافية وبيصمم يحبسك. انت كنت في سجن شبيه لده، بس الفرق الوحيد إن ظلالهم كانت مغطية على فرصتي، إنما أنت كنت عايش في ظل مغطي على مجهودك. ودلوقتي محتاج تأكد للكل إنك أنت نفسك وبس، أنت النجم، مش محتاج ظل نجم تاني تعيش فيه. وده كان اللي أنا عملته بالظبط لما قررت أتخلى عن قميص تشيلسي في مقابل إني أثبت نفسي في فرق تانية. وأنا هو قدامك بعد سنوات معدودة مش بس كسرت السجن ده، لا أنا كمان بقيت معشوق جماهير ليفربول توجوني كمانك على المدينة، وقدرت أساعد الفريق أنه يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وساهمت في عودة البريمير ليج لأحضان مدينة ليفربول بعد غياب 30 سنة بحالهم. بقيت أفضل لاعب في إفريقيا مرة والتانية، وفزت بالحذاء الذهبي مرة والتانية، وكنت قريب جدا من أني أفوز بيه للمرة التالتة على التوالي. ولكن مش كل حاجة بتمشي زي ما بنخطط لها. خطواتك الأولى في إنجلترا كانت مميزة جدا، وقدرت إنك تميز نفسك عند الجمهور، بس السؤال هنا، هل هتقدر تكمل على كده؟ ولا هترجع تتحبس تاني في الظل؟ والإجابة دي محدش يقدر يقررها غيرك أنت.